السيدة الوزيرة المحترمة، قدمت جملة من الأرقام والتوضيحات، وبالمناسبة نعتبرها جد مهمة للنهوض بالعالم القروي، غير أنه نسجل عدم الأخذ بعين الاعتبار والخصوصية المحلية، وكذلك غياب تحفيزات مالية على غرار السكن المنخفض في الكلفة بالنسبة للحواضر بالنسبة للعالم القروي، وكيديروا لو سوفور دو سوبونسيون بالنسبة للعالم، خاصة المناطق النائية بالنظر للكلفة الباهظة للبناء بهذه المجالات، علاوة على التعامل معه بنفس معيار محيط الدار البيضاء كمحيط منطقة آنية. السيدة الوزيرة، ننوه بالجرأة السياسية وبالشجاعة لفتح ملفات كبيرة وعلى رأسها الملف الخاص بالوكالة الحضرية ووثائق التعمير، وفي هذا الإطار نشيد عاليا بالمذكرة لشهر أفريل 2023 الخاصة بتشجيع البناء في العالم القروي باعتباره ينشط ويحرك الدور الاقتصادي الوطنية.